طلابنا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع مادة العلوم على قناتكم درس خصوصي. النهاردة إن شاء الله هنكمل الحلقة الثانية في الوحدة الثانية، وهي طبقات الغلاف الجوي. طبعا الغلاف الجوي بتاعي بيتكون من 7 طبقات، فيهم 4 طبقات رئيسية والثلاث طبقات الثانية التانيين بين الطبقات الأربع، يعني هدرس 4 طبقات وفي طبقات ما بينهم، ولكن مش هدرس كل التفاصيل عنها. فهبدأ بالطبقة الأولى، وكل طبقة من 4 طبقات لازم أعرف عنها 8 حاجات. أول حاجة اللي أعرفها عن كل طبقة، أول حاجة هعرف ترتيبها رقم كام، رقم 2 معنى اسمها، رقم 3 تركيبها، رقم 4 سمكها قد إيه، رقم 5 هدرس الضغط الجوي فيها ودرجة الحرارة وحركة الهواء، وآخر حاجة أهمية كل طبقة من طبقات الغلاف الجوي. الموضوع سهل وبسيط، بحس ان انا مش هطول عليك في المعلومات لان في معلومات غزيرة جدا، ولكن برضو هنلتزم بحاجات خفيفة وبسيطة، وبنفس الطريقة اللي انا قلتها مع كل طبقة هيبقى الموضوع سهل وبسيط عليك. طب ركز كده معايا، اول طبقة من طبقات الغلاف الجوي اللي هي ملتصقة بسطح الارض اسمها طبقة التربوسفير. من اسمها كده، اول حاجة هي الطبقة الاولى، اول حاجة ترتيبها هي الطبقة الاولى القريبة والملتصقة من سطح الارض. طيب تاني حاجة معنى اسمها، معنى الاسم التروبوسفير ده معناه ايه؟ معناه باللاتيني هي الطبقة المحتوية على العديد من الاضطرابات الجوية اللي يحدث فيها جميع الظواهر الجوية من الاضطرابات، زي مين كده؟ زي البرق والرعد ونزول المطر والسحب، عشان كده ده اسمها باللاتيني. طيب رقم 3 تركيبها، احنا قلنا بقى تركيبها بتتركب من العديد من الغازات، واهمها طبعا الحاجات اللي احنا بنشوفها السحب والحاجات اللي هي الاضطرابات الجوية اللي بتحدث فيها. طيب رقم 4 سمكها قد ايه؟ من بداية سطح الارض بترتفع حوالي 13 كيلو متر، 13 كيلو متر ده ارتفاع طبقة التروبوسفير. في نهايتها بالظبط هي طبقة حاجة اسمها التروبوبوز، بين طبقة التروبوسفير والستراتوسفير. التروبوبوز ده او التروبوبوز في نهاية طبقة التروبوسفير. طيب تالت حاجة او رابع حاجة عندنا الضغط الجوي. الضغط الجوي في طبقة التروبوسفير بيقل كلما ارتفعنا عن سطح الارض، بحيث ان هو يساوي 1/10 من الضغط الجوي المعتاد على سطح الارض. يبقى اذا اللي انا عايز افهمه ان الضغط الجوي يقل كلما ارتفعنا عن سطح الارض، عشان كده يقول لي ايه بقى؟ يقول لي تعتبر طبقة التروبوسفير مالها؟ مسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الارض. ليه؟ عشان هي تقريبا بتحتوي على 99% من بخار الماء، تمام كده، وغازات اخرى. طيب بعد كده النقطة رقم 6 عندي، وهي درجة الحرارة. درجة الحرارة يا سنة تانية بتقل كلما ارتفعنا عن سطح الارض بمعدل قد ايه؟ طبعا من سطح الارض خلال الطبقة دي اللي هي سمكها 13 كيلو متر، كل ما برتفع 1 كيلو تقل درجة الحرارة بمقدار 6.5 درجة مئوية، تمام كده؟ يبقى كل ما ارتفع كيلو عن سطح الارض بتقل درجة الحرارة بمعدل 6.5 درجة مئوية، تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي حركة الهواء خلال طبقة التروبوسفير. حركة الهواء في التروبوسفير حركة رأسية، الهواء بيطلع وينزل. طيب ليه يتحرك الهواء؟ يقول لي علل، يتحرك الهواء رأسيا خلال طبقة التروبوسفير. ليه الكلام ده؟ عشان تيارات الهواء الساخن ترتفع لأعلى وتهبط لأسفل تيارات الهواء البارد. يعني الهواء الساخن يطلع لفوق عشان كثافته أقل، خفيف، وزنه أقل، والهواء البارد ينزل لتحت. عشان كده الهواء فيها، حركة الهواء فيها تكون إيه؟ تكون رأسية فوق
وتحت. طيب أهمية الطبقة دي في إيه؟ أهمية الطبقة دي بتحاول تنظم درجة حرارة الأرض، تنظم أو المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الأرض. تاني، يبقى اللي أنا عايز أقوله تاني عن كل طبقة اتكلمت عن ترتيبها، معنى اسمها، تركيبها، سمكها، درجة الحرارة والضغط فيها وحركة الهواء، وتامن حاجة اتكلمت فيها عن الأهمية. تمام كده؟ طيب ده بالنسبة لطبقة مين؟ طبقة التروبوسفير، طبقة التروبوسفير. طيب على فكرة بقى، درجة الحرارة لما بصل لنهاية الطبقة دي عند التروبوبوز، تمام، اللي في نهاية طبقة التروبوسفير، بتكون درجة الحرارة سالب 60 تحت الصفر. يعني انا لسه قايل لك ان درجة الحرارة كل ما برتفع 1 كيلو، تمام، يعادل 6.5 درجة مئوية. لما اصل لنهاية الطبقة الاقي درجة الحرارة بتاعتي سالب 60 تحت الصفر، سالب 60 تحت الصفر. هتبدأ بعد طبقة التروبوسفير تاني طبقة على طول اللي هي الستراتوسفير، وبين التروبوسفير والستراتوسفير قلنا التروبوبوز. طيب التروبوبوز دي عليك، ولكن ما عندناش اي تفاصيل عنها ومش محتاجين نعرف عنها اي معلومة، بس اللي انا عايز اعرفه ان هي بتفصل بين التروبوسفير والستراتوسفير. نبدأ بتاني طبقة وهي الستراتوسفير. طيب يا مستر، تبقى ترتيبها الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي. طيب رقم 2، معنى الاسم، من اسمها كده ستراتوسفير، معناها طبقة مرتفعة الحرارة، او بيسموها الطبقة التي تحتوي على غاز الأوزون. تمام. طيب الستراتوسفير، هدخل على الجزئية الثالثة وهو معنى الاسم. معنى اسمها عادي جدا، معناها الطبقة الحرارية. قدام شوية هناخد حاجة طبقة الثيرموسفير، ولكن هنا مش هنحاول برضه عشان ما نخلطش عليك، لان المفهوم مش عليك، هنشيل كلمة حرارية ولكن هنسميها طبقة الأوزون، او الطبقة التي تحتوي على الأوزون. معنى طبقة الستراتوسفير باللاتيني معناها الطبقة المتطبقة. يعني ايه ده باللاتيني؟ لاحتوائها على عدة طبقات داخلية. يعني طبقة الستراتوسفير جواها عدة طبقات داخلية. يبقى انا عايز معنى الاسم تاني. معنى اسم طبقة الستراتوسفير باللاتيني معناها الطبقة المتطبقة التي تحتوي على عدة طبقات داخلية. طيب رقم 2، سمكها قد ايه؟ سمكها حوالي 37 كيلومتر. هبدأ من ال 13 لحد ما اوصل 50 كيلومتر، يعني سمكها 37 كيلومتر. طيب ده بالنسبة لسمكها. طيب رقم 4، تركيبها بقى، بتتركب من ايه؟ طبقة الستراتوسفير تتركب تركيب اساسي من غاز الأوزون. من غاز مين؟ من غاز الأوزون. وغاز الأوزون يوجد على ارتفاع من 20 لـ40، يعني بين 20 كيلومتر و40 كيلومتر يوجد غاز الأوزون. عشان كده تسمى طبقة الستراتوسفير بالغلاف الجوي الأوزوني لاحتوائها على غاز الأوزون أو طبقة الأوزون. طيب بعد كده رقم 5، هتكلم على درجة الحرارة. درجة الحرارة في طبقة الستراتوسفير مالها؟ بتزداد من عند سالب 60 درجة مئوية تحت صفر، تبدأ ترتفع ترتفع لحد ما تصل لواحد، ترتفع ترتفع لحد ما تصل لدرجة الصفر مئوي. يبقى جاي من سالب 60 تحت الصفر لحد ما تصل الصفر خلال طبقة الميزوسفير أو طبقة الستراتوبوز، اللي هي في نهاية طبقة الستراتوسفير واللي بتفصل لي بين الستراتوسفير والميزو سفير. يبقى اذا خلال طبقة الستراتوسفير بترتفع درجة الحرارة من سالب 60 لحد ما توصل 0 درجة مئوية. طب ده بالنسبة لدرجة الحرارة.
طيب ادخل بعد كده رقم 6 على الضغط. ماله الضغط؟ الضغط خلال طبقة الستراتوسفير ماله يقل ايضا بالارتفاع الى اعلى الى ان يصل لحوالي 1/1000 من الضغط الجوي المعتاد عند سطح الارض. يبقى هنا الضغط الجوي بيقل ايضا في الستراتوسفير. هدخل بعد كده على 7 حاجة عندنا وهي حركة الهواء. حركة الهواء في طبقة الستراتوسفير عبارة عن حركة أفقية يمين وشمال كده، عشان كده بيسهل فيها تحليق الطائرات. ليه بقى؟ لأن الاضطرابات الجوية تقل خلال هذه الطبقة. عشان كده أهمية الطبقة دي في تحليق الطائرات، تحلق بها الطائرات، وأيضا تحتوي على طبقة الأوزون التي تحمي الكائنات الحية من الأشعة فوق البنفسجية مين؟ الضارة. ده بالنسبة لتاني طبقة من طبقات الغلاف الجوي. هدخل بعد كده على الطبقة الثالثة وهي طبقة الميزوسفير. طبقة الميزوسفير رقم 1 ترتيبها الطبقة الثالثة. ترتيبها الطبقة مين؟ الثالثة. طيب معنى الاسم، معنى كلمة ميزوسفير وتعني الطبقة المتوسطة. اسمها الطبقة مين؟ الطبقة المتوسطة. عشان كده يقولك ايه؟ علل تسمى الميزوسفير بهذا الاسم لانها تتوسط طبقات الغلاف الجوي. السمك، سمك طبقة الميزوسفير قد ايه؟ هترتفع من 50 لـ85، يعني سمكها 35 كيلو متر. تركيبها بتتركب من غازي الهيدروجين والهيليوم فقط، عشان كده بنسميها طبقة شديدة التخلخل. ليه شديدة التخلخل؟ عشان تتكون من غازي الهيليوم والهيدروجين فقط. بعد كده هدرس فيها درجة الحرارة. درجة الحرارة فيها، درجة الحرارة في طبقة الميزوسفير مالها؟ بتنخفض حتى تصل الى -90 درجة تحت الصفر. ليه بتنخفض من صفر -90؟ عشان كده بنسميها الطبقة الباردة، طبقة باردة جدا. طيب الضغط الجوي فيها، الضغط الجوي في طبقة الميزوسفير يقل بالارتفاع الى اعلى، يقل الضغط الجوي فيها حتى يصل الى 1/100 من الضغط الجوي، 1/100 ملي بار من الضغط مين؟ الجوي المعتاد. ده بالنسبة للضغط الجوي ايضا يقل. طيب بعد كده هدرس اهمية طبقة الميزوسفير، اهميتها في ايه؟ ده لها اهمية مفيدة جدا. انا عارف ان الارض بينزل عليها كل فترة عبارة عن شهب ونيازك ومذنبات. اهي الشهب والنيازك دي والمذنبات صخور، لو وصلت سطح الارض ممكن تعمل مشكلة وتدمر وتهلك قطاع او منطقة كبيرة من سطح الارض. ولكن اللي بيحصل خلال هذه الطبقة تقوم بحماية كوكب الارض من الكتل الصخرية الفضائية الهائمة، لان معظمها بيحترق بسبب احتكاكه بجزيئات هواء هذه الطبقة. عشان كده واحد شطور يسألني يقولي طب ليه حضرتك سفينة الفضاء او الصاروخ وهو طالع مش بيحترق؟ انت حضرتك مش بتقولي الشهب والنيازك بتسقط على الارض؟ الطبقة دي بتؤدي الى تآكل وحماية الارض من الكتل الصخرية دي. اقولك تمام. تقولي طب حضرتك هو مش الصواريخ بتطلع والسفن الفضائية ايضا خلال وتمر من هذه الطبقة وليه ما بيحصلهاش تآكل؟ اقول لك عشان مقدمة الصاروخ او سفينة الفضاء يبقى شكله مخروطي، وهو طالع خلال هذه الطبقة بيشتت الغازات او هواء هذه الطبقة. كمان مش كده وبس، ان ذيل سفينة الفضاء او الصاروخ مكون او مصنوع من طبقة عازلة تحميه من التآكل خلال هذه الطبقة. ده باختصار شديد بالنسبة لطبقة الميزوسفير. طيب في نهاية طبقة الميزوسفير طبقة اسمها الميزوبوز. الميزوبوز ودي اللي بتفصل بين طبقة الميزوسفير
والطبقة الرابعة وهي طبقة الثيرموسفير. الطبقة الرابعة عندنا هي طبقة الثيرموسفير. طبقة الثيرموسفير بتمتد من 85 كيلو لحد 675 كيلو متر فوق سطح مين؟ فوق سطح الأرض. يعني تقريبا سمكها حوالي 590 كيلو متر. يبقى إذا تمتد من الميزوبوز من 85 كيلو إلى 675 كيلو متر، يعني حوالي سمكها 590. طب نبدأ كده، يبقى ترتيبها رقم 4 الطبقة الرابعة، رقم 2 معنى الاسم حضرتك، معنى اسم الثيرموسفير معناها الطبقة الحرارية اللي هي شديدة الحرارة. قلنا سمكها قد ايه؟ 590 كيلو متر. طيب درجة الحرارة فيها، درجة الحرارة فيها بترتفع من سالب 90 الى حوالي 1200 درجة مئوية، يعني اشد طبقات الغلاف الجوي سخونة. الغلاف الجوي فيها او حرارة في الطبقة دي مرتفعة جدا، عالية جدا، حوالي 1200 درجة مئوية. طيب بعد كده عشان كده يقول لي ايه، تعتبر طبقة الثيرموسفير اسخن طبقات الغلاف الجوي لان درجة الحرارة فيها ترتفع حتى تصل الى حوالي 1200 درجة مئوية فوق الصفر. بعد كده يقول لي الجزء العلوي باخر حتة الطبقة العالية، الجزء العلوي من الثيرموسفير بنسميه بحاجة اسمها الايونوسفير. يعني ايه كلمة ايونو؟ جاي من ايونات، عشان كده بنسميها الطبقة المشحونة او لانها توجد بها ايونات. عشان كده يقول لك علل، يسمى الجزء العلوي من الثيرموسفير بالايونوسفير لاحتوائه على ايونات مشحونة. طيب الايونات المشحونة الموجودة في نهاية طبقة الثيرموسفير بتعمل ايه؟ بتعمل على او تقوم طبقة الايونوسفير والجزء العلوي هو الجزء العلوي من الثيرموسفير بيقوم بايه بقى؟ بيقوم بعملية الاتصالات والبث الاذاعي، حيث تنعكس عليه ايه بقى؟ بتنعكس عليها موجات الراديو في ايه؟ في محطات الاتصالات والبث الاذاعي او المحطات الاذاعية. يعني الطبقة دي هي الخاصة بالاتصالات اللاسلكي. عارف اللاسلكي؟ اهو الجزء في الطبقة دي ايونوسفير هو المختص بعملية الاتصالات والبث الاذاعي والتلفزيوني والمسؤول عن موجات الراديو. تمام؟ في ايه كمان فيها؟ ان الطبقة دي تحاط بحزامان او بحزامين مغناطيسيين بنسميهم حزامان او حزامي فان ألين، نسبة الى العالم المكتشفهم وهو فان ألين. حزامين دول عاملين كده، عاملين زي القوسين، وسطيهم زي ما ظاهرين قدامك على الشاشة طبقة الايونوسفير. او حزامين دول اسمهم حزامان فان ألين، وهما حزامان مغناطيسيان يحيطان تمام بطبقة الايونوسفير. طيب اهمية الحزامين دول في ايه يا مستر؟ اهمية الحزامين ان هم بيعملوا على حماية الارض او تشتيت الاشعة الكونية الضارة بعيدا عن سطح الارض. طيب اشوفهم ازاي بقى الاشعة وهم بيشتتوا الاشعة؟ بتظهر الاشعة على شكل الشفق القطب اللي احنا بنشوفه، اللي احنا بنسميه الاورورا او الاورورا، زي ما نسميها اورورا او الاورورا، اللي هي ظاهرة الشفق القطبي. وظاهرة الشفق القطبي الأورورا دي هي عبارة عن ظاهرة أو ستائر ضوئية مبهرة ترى من القطبين الشمالي والجنوبي. ظاهرة الشفق القطبي دي بنراها في القطبين، القطب الشمالي والجنوبي، وهي عبارة عن ستائر ضوئية موجودة في الغلاف الجوي. الناس السكان في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي هم أكتر ناس بيشوفوا الظاهرة دي. آخر جزء بقى فوق الأيونوسفير اللي هو بيصل او بيربط بين الغلاف الجوي الخارجي ونهاية الغلاف الجوي اللي هو طبقة الثيرموسفير، حاجة اسمها الاكسوسفير.
طبقة الإكسوسفير، ودي الطبقة التي تدمج أو تصل الغلاف الجوي، أيوه، أو يندمج فيها الغلاف الجوي بمين؟ بالفضاء الخارجي. طيب أهمية الطبقة دي في إيه؟ أهميتها في إن تسبح فيها الأقمار الصناعية، ومن خلالها أيضا يتم معرفة أو التعرف على الطقس. طيب تسبح فيها الأقمار الصناعية، أنا بستخدم الأقمار الصناعية في إيه؟ برافو، بستخدمها في الاتصالات، وبستخدمها في البث التلفزيوني بين القارات. تاني، بستخدم الأقمار الصناعية في البث الإذاعي والتلفزيوني، وبستخدمها في الاتصالات اللاسلكية، وأيضا في التعرف على الطقس وتصوير الفضاء الخارجي وتصوير سطح الكرة الأرضية. طيب واحد بقى شطور يسألني يقول لي، يعني حضرتك عايز تقول لي ان طبقة الثيرموسفير الطبقة الرابعة فيها حوالي ثلاث طبقات، ثيرموسفير وايونوسفير واكسوسفير، تمام كده؟ تاني، ثيرموسفير في نهايتها كده في طبقة الايونوسفير، وبعد الايونوسفير فيه الاكسوسفير. ده بالنسبة لطبقات الغلاف الجوي، اعيدهم تاني ورتبهم: تربوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير، ثيرموسفير. بين الستراتوسفير والتربوسفير فيه التربوبوز، وبين الستراتوسفير والميزوسفير فيه الستراتوبوز، وبين الميزوسفير والثيرموسفير فيه الميزوبوز، وهم 7 طبقات. يعني في 3 طبقات بين ال4 طبقات، يدوني في الآخر 7 طبقات. وده قول ربنا عز وجل اللي قاله في القرآن: وجعلنا فوقكم 7 شدادة، اللي هي طبقات الغلاف الجوي 7. بكده نكون انهينا طبقات الغلاف الجوي. وانت بتراجع الحلقة لو ركزت مع كل حاجة بنقولها عن كل طبقة هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. يعني تمسك ورقة تانية ورقة تالتة ورقة رابعة، وكل ورقة اكتب فيها الطبقة وتكتب فيها 8 حاجات اللي انا قلتهم عن الطبقة، هتلاقي الموضوع في الاخر مقارنة سهلة وبسيطة، وهتثبت عندك المعلومة اكتر. طلابنا ما ننساش نشترك في القناة بتاعتنا ونعمل لايك وشير، تمام، وسبسكرايب ايضا للقناة. على امل اللقاء بكم في الحلقات القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.